في ظل أحوال الطقس الباردة والممطرة، شكلت تقديمات الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا حاجة ملحة للنازحين السوريين في منطقة المني بالشمال اللبناني، خصوصا لما تحتويه من بطانيات وكسوة الشتاء. 300 حصة إغاثية وزعتها الحملة الوطنية السعودية يوم السبت في المني في دفعة هي السابعة من نوعها المخصصة لهذه المنطقة. لا يزال الطقس في لبنان طقس بارد، وكما تشاهدون الشتاء ما زال مستمر، فتأتي هذه المساعدات اليوم لتستكمل مسيرة العطاء، مسيرة مملكة الإنسانية. النازحون السوريون في المني حالهم كحال إخوانهم في كل المناطق اللبنانية، تطلعاتهم إلى العودة للديار السورية كبيرة جدا، لكن آمالهم في المقابل ضئيلة بتحقيق ذلك في الفترة القريبة، والنازحون يشكرون المملكة العربية السعودية على تقديماتها. الله يوجه له الخير، والله يطول عمره وييسر امره، اللي عم ما بينسان من فضله، من فضل رب العالمين، من فضل السعودية، والله والسعودية، والله والسعودية. نشكرهم والله. نشكر اللي جابهم، دولة السعودية. ونشكر اللي هنا كمان الأمم على المساعدة. ونشكركم كثير. وإلى منطقة المني يمكن للحملة الوطنية السعودية أن تعود مرة أخرى بعد إذا ما لمست حاجة النازحين لتقديماتها. إلى كل نازح سوري رسالة دعم من المملكة العربية السعودية، فمن خلال تقديمات الحملة الوطنية السعودية تؤكد مملكة الإنسانية وقوفها الثابت والدائم إلى جانب النازحين. من منطقة المني، مرسل كرم الإخبارية، الشمال اللبناني.